صباح الخير متابعينا متابعي طقس العرب وأيضا متابعي برنامج جوك. نهار اليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء دافئة في عموم المناطق كنتيجة لبدء تأثر المملكة باندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا. تبلغ هذه الأجواء الحارة ذروتها خلال يوم الثلاثاء لتصبح الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق. تلامس درجات الحرارة يوم الثلاثاء تحديدا 30 درجة مئوية في العاصمة عمان. تحدث الآن عن عاصمة عمان وتوقعات الجوية لنهار اليوم. كما ذكرنا ارتفاعات واضحة لدرجات الحرارة، أجواء دافئة بشكل عام، طقس صافي 24 درجة مئوية، الملموسة 23، والرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نستعرضها في هذه الخريطة. إربد 25-16، عجلون 24-16، وجرش 25-16، والمفرق 25-14 مع أجواء صافية بشكل عام. المنطقة الوسطى الزرقاء 26-16، البلقاء 24-16، نفس الحرارة تقريبا في عمان. مادبة 26-16، والبحر الميت 31-24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية نبدأ بالعقبة 34-24 درجة مئوية، بالتالي الأجواء ستكون حارة في منطقة الأغوار، منطقة البحر الميت وأيضا منطقة العقبة. الشوبة 22-13، معان 25-13، الطفيلة 24-16، والكرك 25-16 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. الأزرق 28-15، الصفاوي 28-14، ورويشد 26-14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.